هل المطلوب ان كل الناس تبقى الحكام مثلا في الملعب يحكموا ضد النادي الاهلي علشان حضراتكم تتبسطوا والنادي الاهلي او جمهور الاهلي اللي هو الاكثريه ما يتبسطش؟ لكن النادي الاهلي بيجتهد وبيعمل وهيفضل يجتهد وهيفضل يعمل عشان ناخد الدوري. انا حد بيقول لي ما بيشجعش الاهلي يعني، وهو صديق، صديق عزيز كمان، قال لي يا عم اسلام بقى ارحمونا، ارحمونا بقى وسيبونا. ليه اسيبك ليه حضرتك ان انت تاخد الدوري؟ لو عايز تاخد الدوري خده من الملعب. لو حضرتك شايف ان انت احق مني بالدوري، وكل واحد شايف ان هو احق بالدوري، الزملكاويه شايفين ان هم احق بالدوري، والنادي عندنا في الاهلي وجمهوره عارفين ان احنا احق بالدوري، ولكن احنا عارفين وانتم عارفين، لكن في النهايه الملعب هو اللي بيحدد مين اللي ياخد الدوري، مش زعيق فلان ولا صياح علان ولا ده بيتكلم عن ده وده، لا خالص. فانا عشان كده بستغرب جدا يقول لك عايزين يوجهوا الاتجاه العام ان النادي الاهلي ما ينفعش ياخد الدوري. لا، النادي الاهلي هيفضل يحارب لغايه اخر، بيحارب رياضيا يعني لغايه اخر دقيقه في الدوري وعلى الدوري وعلى الكاس والسنه الجايه على البطوله الافريقيه والسوبر المحلي وعلى الدوري والكاس تاني. هو ده، هي دي سنه الحياه في النادي الاهلي بالمناسبه. وفي لعيبه هتمشي وفي لعيبه هتيجي وفي مدير فني ممكن يمشي ومدير فني تاني يجي، هي دي الدنيا وهي دي الحياه، ولكن يظل دائما اسم النادي الاهلي في الرياضه المصريه علامه فارقه وارقام كبيره جدا في كل الالعاب، مش في الكره بس، في كل الالعاب، كره في كل الالعاب.